ريت يعني يعني كل المنتخبين يعني يهتموا زي المرشحين اللي خارج المناطق، يهتموا بالميه، يهتموا بالصرف الصحي، يهتموا بالمجاري، يهتموا بالمنشآت الحيه دي. هل من المرشحين في الضرب الاحمر والخليفه هل قدموا حاجه للمنطقه بتاعتهم؟ هم بيقولوا احنا هنقدم وهنعمل كل حاجه، بس مش عارف للاسف ليه متمينين او متمينين في المعامله. يعني المفروض انهم يهتموا بالحاجات دي، يقولوا هنعمل ويعملوا. احنا نهتم من عيرتنا، يعني عيرت الشباب، وانا الشباب الضرب الاحمر والخليفه كلهم شباب حلوين وعلى خلق، يعني شباب مهتم وحلو، ما بيقدرش يقول اي حاجه. لو اهتموا وقالوا يا ريت احنا نهتم مع بعضينا ونعمل مشاريع ونهتم، كل شباب هنا كويس وشباب نفسه يعمل اي حاجه، يعمل نوادي، يعمل منشآت، يعمل كوره، يعمل اضاءه، يعمل اي حاجه، احنا معاه يا ريت. الحين الحاجات دي كلها بتنفع للشباب كلها، ما ينفعش للجيل بتاعنا، هتنفع للجيل اللي من العرب مننا، ما ينفعش لمنظر الدوره ديت، هتنفع للدوره اللي مننا. بس هو عمل عمل صالحته ينفع البلد زي ما الناس كلها كانت بتعمل. احنا نتمنى ايه؟ نتمنى ان البلد تبقى حلوه وتصلح ويبقى احسن من اي بلد. ان شاء الله هنزل الانتخابات. هل المرشحين بتوع الدوائر هنا قدموا لكم حاجه عشان؟ لا يا فندم ما قدموش حاجه، بس انا هدعم اي حد يدعم السيسي، لان الراجل ليه مشروع، فانا اي حد هيدعم السيسي انا هنتخبه، انما محدش قدم لنا اي حاجه. طب ما دام ما حدش قدم لك ازاي هتنتخب وما حدش قدم لك؟ ما انا لازم ادعم السيسي علشان الراجل عنده مشروع ولازم يكمل، انما الناس دي احنا ما نعرفش عنهم حاجه، وما حدش قدم اي حاجه، وما حدش قدم برنامج حد، احنا ما نعرفش برامج، انما اي حد وجه قديم انا مش هنتخب، لان الناس الوجوه القديمه دي ما قدمتش حد، غرقت البلد. هنتخب الاصلح. طب مين هو الاصلح؟ لسه الفرز بقى ان شاء الله كده، بس في ناس كويسه. طب هم قدموا حاجه ولا انت بتقول عليهم كويسين ليه؟ لا هم ما لهمش سوابق اعمال لسه، يعني جداد في ترشيحاتهم او سبق لهم ترشحوا انما ما كسبوش في الجولات السابقه. لا ليه؟ عشان ما حدش عجبني كله ماشي. طب هو ما حدش قدم هنا حاجه للضرب الاحمر؟ لا كله بيبص عشان ينجح، كله بيدفع فلوس للناس، كله بيدفع فلوس ازاي؟ ب 100 جنيه 300 جنيه عشان يروح يدي له صوته يعني؟ طب وانت حضرتك مقاطع ولا؟ ليه؟ مش حاجه عجباني. هتنتخب مين؟ نعم هتنتخب مين؟ احمد شيحه. احمد شيحه ده نازل هنا في الضرب الاحمر. طب حضرتك هتنتخبه ليه؟ قدم لك ايه؟ نعم قدم لك ايه؟ تاني 100 جنيه ان شاء الله. هتنتخب مين؟ هنتخب اللي بيعمل. هو في حد هنا في الضرب الاحمر قدم لكم حاجه؟ يحيى براندا. يحيى براندا. طب قدم لكم ايه؟ قدم كتير، بياخد ناس كتير. طيب وهل هو لوحده ولا انت شايف في حد تاني يصلح؟ في تاني، سيد احمد السعيدي. الراجل برضك خدوم، اي حاجه بيقصده باي حد انا بسمعه ناس كتير ان هو بيخدم ناس كتير. هتنتخب مين؟ اللي يستحق. اللي يستحق؟ هل في حد هنا في المنطقه في الضرب الاحمر والخليفه قدم لكم حاجه؟ مين؟ يعني هل ده سبب كافي ان انت تنتخبه؟ طبعا. هل مرشحين البرلمان الجايين ان شاء الله مهتمين هنا في الضرب الاحمر والخليفه زي المقطم ولا؟ لا مفيش حد لسه عمل حاجه، هو اليوفط بس اللي احنا شايفينه، هي اليوفط بس ولا اي حاجه. لا ومحدش هيعمل حاجه الا لما تشوفها ترسى على مين، وبعد ما بترسى والله ما بنشوفش حد اصلا، كل واحد بيبقى قاعد ما بنشوفوش. طالما المرشح بينزل عايز يدي 100 جنيه للصوت و200 جنيه للصوت، خلاص هيدفع فلوس وبعد كده مش هنشوفه. واللي بيقبل كده يبقى هو نفسه مش عايز خدمه للبلد، ده اللي عايز جنيه يخش يجيبه عشان عارف ان اصلا مفيش حاجه هتيجي منه. مش كل الناس زي بعضها، وفي ناس كويسه.